دين لايف الفيسبوك. اوكي تمام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لقاءاتنا تتجدد، والخوض في سير العلماء والناجحين السودانيين ما زالت، ويعني ما زلنا لسه نحن في بداية الطريق. يعني ما شاء الله، يعني أنا كل يوم بكتشف إنه السودان ده فيه نجوم لسه لم تكتشف بعد. يعني لسه في مجرات وفي نجوم، يعني كلها يعني تغرد خارج الوطن. يعني فالفكره بتاعتنا يا جماعه، احنا بنجيب الناس دي يعني نستلهم من سيرهم الجميله وقصصهم المبدعه، رغم الالم اللي بيعانوه، رغم الاخفاقات اللي حصلت عليهم وكده، لكن لسه متشبثين بالنجاح، متشبثين بانه والله دارين يخطفوا الثمار بتاعت انه هم تعبوا ويدوا الغرس بتاعهم ده يدوه للاخرين. يعني فنيابة عنهم برحب بكم في مبادرة الباحثين السودانيين وحلقة جديدة من ونسة على دروب النجاح. الليلة الونسة بتاعتنا يا جماعة حتكون خليط، يعني خليط من الذكريات الشيقة، وحتكون وخليط من العلوم والتكنولوجيا الجديدة. كلنا يا جماعة الليلة الواحد لو عايز محتاج لأي نصيحة قبل ما يسأل زول بيمشي على جوجل. والجماعة طبعا بيقول لك عمك جوجل يعني. فالواحد لو مسكه صداع بس طوالي بيمشي عليه جوجل. لو مثلا والله يا اخي انا داير ادرس بيمشي عليه جوجل. والله يا اخي كده الحبوب اللي اشتريتها دي اخش انا بعمل كده. تمام، العلم ده يا جماعه اتطور جدا جدا، وظهرت حاجه اسمها التيلي ميديسين. تمام، انا ما حتكلم على التيلي ميديسين لانه انا ما زول خبير فيها، لكن الليله بستضيف الاستشاري والباشمهندس امير محمود بخاري. الراجل ده يعني افنى يعني سنين عمره في التيلي ميديسين، ومن الناس الاوائل الخط الوضعوا خطط عشان التيلي ميديسين يمشي السودان. طبعا ما تزعلوني، التيلي ميديسين ده يعني شنو؟ لكن بعد شويه نحن حنخلي الباشمهندس هو يورينا عن التيلي ميديسين. مرحبا بك باشمهندس في ونس على دروب النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. شكرا جزيلا دكتور ياسين، شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة دي، وإن شاء الله يعني الليلة حنتشارك أمسية جميلة حنتكلم فيها عن ذكريات وعن بدايات وعن أمال كثيرة جدا جدا فيما يخص بلدنا ويخص العلاج في بلدنا والطب في بلدنا وكده. أنا يعني ممتن جدا جدا لدعوتك الكريمة، وإن شاء الله يعني نكون ضيوف خفاف عليكم، وإن شاء الله يعني الحلقة دي تكون حلقة مفيدة ومثمرة بإذن الله. الله يديك العافية. ونحن طبعا أكيد بنشكرك يعني شكر يعني عميق جدا، لأنه يعني اي زول بيجينا في البرنامج بتاعنا ده يا جماعه والله صراحه زول ما عادي، مش لانه نحن ما عاديين، هو الما عادي، لانه الموضوع كله يا جماعه موضوع تطوعي، وموضوع انه زول داير يعكس التجارب بتاعته لناس يستفيدوا منها. يعني فدي حاجه سيدي، انت لو مشيت تشتري كتاب لواحد من الرؤساء ولا العظماء بتدفع له قروش يعني. فنحن الناس دي بنجيبهم هنا خلال الساعتين، الواحد يكون خلى بيته وخلى اولاده وخلى وقت راحته، بالذات للناس اللي في الخليج الليله الخميس ممكن يكون عندي ارتباطات ثانيه. فكونه يجينا دي يعني حاجه نحن يعني بنقدرها فوق راسنا يعني. فيديك العافيه باشمهندس، يعني احنا بنشكرك في البدايه. شكرا. دايما اتعرف عليك عن قرب. باشمهندس، النشأة والميلاد. طيب، انا امير محمود بخاري من مواليد كردفان، محليه تبزبت، سنه 1963. أنا الابن الثالث للمرحوم الفريق أول محمود بخاري، مدير عام بوليس السودان الأسبق من أكتوبر 64 لمايو 69. الله يرحمه، هو كان مدير عام البوليس. بعد كده نحن انتقلنا من السودان الحبيب لهنا للمملكة العربية السعودية مع الوالد رحمة الله عليه، حيث كان
مستشار في وزارة الداخلية السعودية هنا، أسهم في وضع اللبنات الأساسية للشرطة السعودية، تخصصات الضباط، تقسيمات الشرطة وإلى آخره. أنا بديت في مدرسة الخرطوم شرق الأولية اللي هي حاليا في محلها برج البركة. قريت سنة واحدة، وبعد كده نحن التحقنا بوالدنا هنا في الرياض، وقريت كل المراحل التعليمية بتاعتي أنا هنا في مدينة الرياض. الوالد الله يرحمه كان حريص جدا جدا على ارتباطنا بالسودان. كان كل إجازاتنا نحن بنمشي بنقضيها في السودان. المدرسة بتخلص الليلة، بنخلص من الامتحانات، بنخد الأقلام بتاعتنا، بكرة بعد بكرة نحن بنكون مشينا السودان. وما مشينا السودان عشان نقضي الإجازة في الخرطوم، لا، بنمشي البلد، بنمشي نقعد في البلد فترة من الزمن، بنقضي الإجازة هناك وكده، وبعد كده بنجي راجعين كده. بعد المرحلة الثانوية أنا مشيت في البعثات المصرية لكلية الزراعة جامعة القاهرة. قبل ما نصل للمرحله بتاعت الجامعه، يعني ما تخمنا يا باش مهندس، حدا انك بالضبط. يعني الله يديك العافيه. انا دايرك تديني يعني احساسك انك انت مثلا انت قريت بديت الدراسه في السودان وبعدها مشيت السعوديه. نعم. انا دايرك تديني شويه تحكي لي عن الحته دي، يعني لان دي تجربه يعني شيقه وتجربه ما بتفوت ساكت. يعني زول يكون في صغير جدا من السودان بعد ذاك يمشي السعوديه، اكيد بيكون مواجهته عقبات عشان يتأقلم مع لا أكيد أكيد أكيد. أول حاجة كانت النظرة لنا نحن كغير سعوديين في الوقت ذاك. الناس اللي بيطلعوا من السودان عشان يشتغلوا برا كانوا قلة. أوكي، يعني يا إما في شيء زي حالة الوالد الله يرحمه، إنه هو كان رجل عسكري وكده، وبعدين جاء انقلاب وكده، والناس الرتب الكبيرة كلهم استغنوا عنهم أو إنه يعني يكونوا يعني أساتذة جامعة، ناس في منظمات دولية بتاع حاجة زي دي. التأقلم مع يعني الجو العام في البلد كان صعب شوية، يعني خصوصا انك انت يعني وقت صغير وتقوم تخش المدرسة وتلقى مجتمع مختلف خالص خالص، مجتمع زي ما يقولوا كده يعني أمم متحدة، يعني أو جامعة الدول العربية يعني بالأحرى. لهجتنا السودانية طبعا كانت فيها فرق كبير جدا جدا عن اللهجه السعوديه اللي السعوديين بيتكلموا، عن اللهجه المصريه لانه كان في مصريين، عن اللهجه الشاميه في عدد من الفلسطينيين والاردنيين والسوريين و عشان تخش في النص لازم اللهجه شويه تتبدل وتتغير او بتاع او حاجه زي كده. الله يرحمه ابويا، يمكن انا بتكلم عنه كثير لانه يعني مرتبط به جدا جدا، ربنا يرحمه ويخليه. كان بيقول انتوا ما تغيروا لهجتكم، انتوا ليه يعني ليه تتكلموا معاهم بلهجتهم هم عشان يفهموكم، انت ما تتكلم انت باللهجه بتاعتك السودانيه دي عشان هم كمان يفهموك، يعني يتعلموها وكده. انت ليه تتنازل عن الحته دي يعني ده وكده. ف كبرنا شوية، قامت جات الحتة بتاعت الأنشطة المنهجية، الكورة مثلا، الرحلات، الأنشطة بتاعت المسرح، بتاعت الإناء، بتاعت الكده. في الوقت ده كان أغلب المدرسين في المراحل الابتدائية والمتوسطة كان في عدد كبير جدا من السودانيين، في المدرسين السودانيين هنا في المملكة. فبالتالي يعني كون انه يعني انت تحافظ على هويتك كسوداني
وتحافظ في نفس الوقت على لهجتك وارتباطك بالبلد وكده. فدي كانت حاجة جميلة جدا جدا، إنه الليلة الأستاذ في المدرسة علاقتك به ما بتنتهي مع نهاية الحصة أو مع نهاية اليوم الدراسي. ليه؟ لأنه الأستاذ ده بيعرف أبوك وبيعرف زوجته، بتعرف أمك، والناس العدد عدد المغتربين السودانيين في الحقيقة ما كان كبير، يعني ما كان زي حس يعني. المرحلة الابتدائية يمكن كانت يعني بما هنا هي الأطول وفي مدرسة واحدة، فبالتالي يعني الناس كانت لهم مكانتهم في المدرسة أو لهم وضعهم، إنه الزول ده دخل من سنة أولى أو تانية ابتدائي لغاية سنة سادسة وبتاع وكده، وبعد كده بدأت الحكاية تستمر. مشينا للمرحلة المتوسطة برضو بنفس الصورة وبتاع وكده لحد ما خلصنا الثانوي. بعد كده جات الحكاية بتاعت البعثات المصرية. مشيت أنا كلية الزراعة جامعة القاهرة، ودي ما كانت الحاجة اللي أنا عايزة، يعني أنا التوزيع بتاعي جاء أمير بخاري كلية الزراعة جامعة القاهرة. جاء التوزيع بتاعي إنه أمشي جامعة القاهرة كلية الزراعة. مشيت جامعة القاهرة كلية الزراعة، ما لقيت نفسي، ما قدرت استمر هناك. فحصل انه انا وانا في القاهره بديت اراسل كليات الطيران، لانه كان في بالي انه انا عايز اقرا طيران، يعني هندسه الطيران بتاع حاجه زي كده. فالحمد لله توفقت في قبول في كلية علوم الطيران التابعة للخطوط الجوية الباكستانية في مطار كراتشي في باكستان. مشيت هناك وتخرجت مهندس إلكترونيات طيارات، اللي هي Aircraft Avionics Engineering. تخرجت من هناك سنة 1990. بعدين مشيت وصلت في بيرث، كلية بيرث الجوية في اسكتلندا، عشان أعادل الشهادة بتاعتي بالسيفل افيشن اوثوريتي في ما يخص الطيارات في يوكي. بعدها رجعت اشتغلت في سودانير، قعدت في سودانير سنة تقريبا كمهندس أرضي. بعد كده قمت جيت هنا راجع للمملكة مرة تانية، وكان بعد حرب الخليج بشوية. وطبعا لما الناس تقول حرب الخليج فبيجي طوالي الموقف السوداني من احتلال الكويت يعني. الو 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 بيجي الموقف السوداني من حرب الخليج واحتلال الكويت وكده. ف من الأماكن اللي كان مفروض إنه أنا أشتغل فيها، كان مفروض إنه أنا أشتغل في بريتش إيروسبيس كمهندس وك إنستركتور في أكاديمية الملك فيصل الجوية. أرجعك شوية باش مهندس، ما شاء الله يعني سيرة بدت المعالم بدت تصار شوية. طيب بس دار رجعك للحته بتاعت اللغه. انت بتتكلم باعتبار انك انت في المدرسه يعني جيت مختلف اللهجات وكده، وانت بتتكلم يعني ابوك الله يرحمه كده قال لك يا اخي اتكلم سوداني. الحته بتاعت اللغه دي يعني خلت يعني نقصت منك شويه يعني، او خلت انه مثلا
الأداء بتاعك قل يعني؟ لا أبدا، بالعكس. يعني أنا وأخوي منتصر، أخوي الأصغر مني منتصر، هو مهندس زراعي، مهندس مكنة زراعية، وبسلم عليه من هنا. يعني أنا طولت منه في الحقيقة وشفته. ف أنا ومنتصر كنا في المدرسة، وكنا يعني غير لهجتنا وغير لوننا وغير كده. كنا من الطلبة البارزين في المدرسة، سواء كان أكاديميا أو اجتماعيا. بالعكس، الحتة بتاعت اللهجة دي ما نقصت مننا كتير، يمكن أدتنا حتة كده بتاعت إنه نحن يمكن نكون متميزين أكتر من الناس التانية، في انه نحن مصرين ان احنا نتكلم بنفس اللهجة بتاعتنا، بنفس هنا. اي نعم، نحن كنا بنلبس اليونيفورم بتاع المدرسة، اللي هو كان الجلابية السعودية باللياقة دي كده. أنشطتنا في المدرسة زي ما هي، زينا زي أي طلبة تانيين في المدرسة وكده. يعني وحتى في اللهجة وفي الكلام وفي الإناء وفي كده، لازم تفلت منك كلمة كده، يخش تعبير كده بتاع حاجة زي دي. فهي بالعكس، يعني هي الحتة بتاعت اللهجة دي ما نقصت مننا، بالعكس. يعني هي أدتنا وضع متميز بالنسبة نعم للزملاء. باش مهندس، انت ذكرت 3 حاجات ما داري نمر عليهم سريع كده. اول حاجه يعني ذكرياتك وحرب الخليج، يعني انت حضرت حرب الخليج 1990 في السعوديه، مش كده؟ الحرب اكشولي ايام انا كنت في اسكتلندا، كنت في بيرث لما بدأت الحرب. طول فترة الحرب انا ما كنت موجود هناك، لكن انا كنت موجود من احتلال الكويت لحد قبل ما الحرب تبدأ، يمكن باسبوعين او اقل من اسبوعين، لانه الكورس بتاعي كان بيبدأ في، اتذكر كان بيبدأ في 5 يناير 91، كان حيبدأ الكورس بتاعي. فقبلها بشوية يعني كريسماس بتاع كده، أنا قمت مشيت عشان طبعا أجهز، أشوف السكن والبتاع والكده، وأنت عايش في الحتة دي وعارف يعني الحكاية كيف يعني. فالحرب أنا أول مرة، يعني كانت خبرة عجيبة جدا جدا. في الأيام ديك نحن شفنا الحرب في التلفزيون، وكانت أول مرة حرب كده، حرب حقيقية تكون منقولة بالتلفزيون. أتذكر إن واحد من الصواريخ بتاعت صدام حسين وقع قريب من بيتنا، قريب من البيت يعني نعم within 500 meters ولا 1 كيلومتر من البيت. فأنا لما شفت الحكاية دي كنت مشيت طوالي، ضربت تلفون في البيت، فأبوي الله يرحمه قال لي: يا أخي أنت سمعت متين هنا دي؟ نحن لغاية حس الغبار قال لي قايم فينا كده. قلت له: والله أبوي أنا شفتها في التلفزيون. جابوها في التلفزيون؟ قلت له: جابوها في التلفزيون. هاي كده. فأيام الحرب أنا ما كنت في الرياض، لا أنا كنت برا، لكن شفت الحرب وعشتها هناك. الحاجة الثانية، الذكرى برضو كانت في حرب الخليج، إنه في بيرس أنا كنت سوداني واحد ومعاي من العرب، يعني معاي واحد عراقي ومعاي واحد إماراتي ومعانا 25 كويتي. كويس. أنا سوداني ومعانا واحد عراقي، فنحن المفروض يعني إننا نحن جبهة برانا. كويس. وفي الإخوة الكويتيين 25 ديل معاهم الإماراتي، المفروض إنه ديل
جبهة باروم. فكانت الحاجة الجميلة يعني إنه نحن ما اشتغلنا كطلبة وكهنا وكده، ما اشتغلنا بالموضوع بتاع الحرب ده، وإنه الحرب دي قايمة ليه، وإنه الحرب دي بين منو منو وبتاع كده. بالعكس يعني نحن يعني كنا بنصوم رمضان مع بعض، بنفطر في، عملنا لنا مسجد كده في الكلية في بيرس، بنمشي بنفطر كلنا مع بعض، بنصلي التراويح مع بعض بتاع كده. ف لغاية حسي والله بتربطنا علاقة جميلة جدا جدا بالأخ الإماراتي وبالأخوة الكويتيين، يعني مجموعة منهم. لغاية حسي علاقتنا ممتدة لغاية الليلة يعني. ده مش اداك ابن الحروبات دي يعني لعبه سياسيه اكبر من انها تكون لعبه بتاعت ما في سبب اساسا يعني، لانه تقوم حارب والناس تقتل بعض يعني ليه؟ يعني في شنو يعني الامور ما ممكن الليله الناس تقعد وتتفاهم وكده والحال يمشي يعني زي ما يقول. لكن بس يعني هي الحروب انا افتكر انها هي مفروضه يعني من برا، يعني ما حاجه يعني طالعه من عندنا يعني. نعم. طيب بيرس او اسكتلند، يعني طبعا اسكتلند معروفه انها بلد غاسيه مقارنه بالباقي بتاع يوكي. مرات يعني الشعب بتاعه بيكون غبلي اكثر مما يكون يعني مايل على الغبليه اكثر من الحضر. الحاجة دي يعني أثرت عليكم بأي شكل يعني؟ نحن الكامبس بتاعنا كان حوالي 12 مايل برا بيرث، وكان عندنا دين فاكولتي صعب جدا جدا اسمه مستر ستانفورد. مستر ستانفورد ده كان يعني عنده رولز كده مشيها في الكلية صعبة جدا جدا. الشباب الكويتيين كانوا طبعا طلبة أغنياء جدا جدا، يعني بديهم قروش، يعني الراتب بتاع الطالب الكويتي أكبر من الراتب بتاع مستر ستانفورد ذاته. فكان عندهم عربات وعندهم هنا عربات، يعني ما هي عربات، بورش وبي ام دبليو ما تعرف شنو وكذا، حاجات عجيبة جدا كانت بتكون واقفة في الباركينج بتاع الهوستل. فقام مستر ستانفورد طلع فرمان انه during the weekdays ما في اي زول يطلع من الكامبس، عايزين اي حاجه تطلبوها دليفري تجيكم، لكن انا شفت لي زول في التاون مشكلته معايا انا، ما معي زول تاني كويس. فكان الحكايه انه يعني من ماندي تو فرايدي ما في زول بيطلع برا، هذه كلها قاعده في هنا. فرايدي ايفنينج ما بتلقى زول، ما بتلقى عربيه واقفه في الباركينج بتاع الناس دي كلها طالعه برا وكلها هنا وكده. فاحتكاكنا بالمجتمع الاسكتلندي برا ما كان شديد يعني، ما كان كده. وان كان يعني الاسكوتش عموما شعب حلو جدا جدا، هم ألذ من الانجليز كثير يعني، بيتعاملوا بيتفاعلوا معاك في الشارع في الهنا في كده. نحن كنا بنمشي في أيام الشباب يعني في الويكندز دي بتاع كده، بنقوم بنمشي إدنبرا في ديسكو بتاع أفريكانز كده، كانوا الكويتيين بيسمينه ديسكو العبيد. بنمشي يوم الجمعة ويوم السبت بتاع كده، بنمشي بنطيط هناك كده لغاية يا باشمهندس المدام موجودة معانا، عارفة الحاجات دي؟ لا هي عارفاها، هي موجوده عارفه الموضوع ده تماما. بعد كده الحته اللي غيرت اللاين بتاعي من
من هندسة الطيران ل للاي تي عموما قبل ما تكون هيلث كير اي تي. الحكاية كانت برضو هو موقف كان الحكومة السودانية في حرب الخليج. أنا عملت انترفيو كان مع شركة بريتش ايروسبيس في السعودية. بريتش ايروسبيس كانت ماسكة التعليم بتاع أكاديمية الملك فيصل الجوية اللي هي تابعة للقوات الجوية السعودية هنا في الشرق. وكانوا عايزين لهم إلكترونيكس إنستراكتر للطلبة بتاعين الهندسة الجوية. فأنا جيت وقدمت أوراقي وبتاع كده، فقام يعني السيرفير قام طلبني تعال انت حكايتك شنو؟ قلت له والله يا اخي انا سوداني قريت هندسه الطيران في باكستان، وبعد كده عندي شهاده من بيرث لي اس تي في 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 بيرث وبتاع وكده. شاف الاوراق وشاف الهناية وعمل لي انترفيو وكده، وبعد كده قاموا طلبوني تاني في الكليه وعملوا لي انترفيو في الاكاديميه وكده، وقالوا لي خلاص نحن عايزينك انت اول حاجه باي لانجول بتتكلم زيهم عربي، ودي ميزه سنك قريب منهم، ممكن الحكايه دي برضو اذا بلس بالنسبه لك كده. المهم يعني الراجل نفخني شديد جدا جدا، وخلاص انا قلت بس الوظيفه دي حقتي. نعم. فكانت الحكايه بس في اوراق التعيين وكده، وقاموا رسلوا الورق للاستخبارات العسكريه السعوديه بما انها منطقه عسكريه عشان الموافقه، مساله اجرائيه يعني ما اكثر من كده. فخطين بالقلم الاحمر تحت الجنسيه ورجعوا الورق، فالمساله ما مشت. فكان يعني دي اول احباط شديد جدا جدا جدا، يعني انت يعني غير مرغوب فيك. ليه؟ يعني بعد كده مشيت حاولت انه انا اخش مثلا في شركات الطيران الخاص في الخطوط السعوديه في بتاع في كده، فبرضه كانت الحكايه نفس الموال نفس الحكايه الجنسيه، لانه كان في قرار بانه الناس اللي كانوا برو صدام حسين ما يخشوا المناطق الريستريكتد ارياس، ومن ضمن المطارات طبعا. ف يعني انا اسوي شنو؟ فقمت اتكلمت مع الوالد الله يرحمه وكذا، قال لي يا شوف لك حاجه مؤقته كذا لغايه ما الموضوع كده، انت لغتك كويسه انت هناي كده شوف. ففي الايام دي كان طبعا في الفوره بتاعت الاي تي، زول اللي بيشتغل كمبيوتر ده بيكون كان يعني في الوقت ده حاجه في اوائل التسعينات، حاجه كبيره جدا جدا. من ضمن الحاجات اللي كنت درستها في كليه الطيران في باكستان، وطبعا الهنود والباكستان ناس خطيرين جدا جدا في الحته بتاعت الكمبيوتر دي. نعم. فمن ضمن الحاجات اللي انا قريت المايكرو بروسيسور كورس بتاع مايكرو بروسيسور بتاع الكمبيوتر، واي تي هاردوير. فشلت اوراقي وبدأت افتش الشغل، الحمد لله توفقت في حاجه اسمها الجريسي. قريت شورت كورسز يا باشمهندس؟ والله قريت شورت كورسز. فمشيت الجراسة للتقنية، مدير الشركة كان دكتور في الجامعة وجابوه عشان يبدأ الشركة دي. الزول ده كان عنده وجهة نظر إنه أنا أجيب النيو جراديويتس وأعينهم عندي
وبعد كده يعني بعد ما يتدربوا وبتاعوا كده النازل هيشيلوا شركة وهيطلعوا بيها لفوق بتاعوا كده. فالحاجة اللي حصلت إنه نحن الشركة كلها كنا في نفس السن تقريبا، كلنا نيو جراديويتس كويس. قسمنا على حسب كل واحد على حسب التخصص بتاعه كده. أنا بديت ب التريننج كويس، مسكت الجهات اللي بتحتاج للتريننج باللغة الإنجليزية زي الجيش الأمريكي مثلا اللي كانوا موجودين هنا، الحاجات زي دي. بعد فترة كده مشيت لقيت إنه الحكاية بتاعت يعني إنك أنت تمسك الطباشيرة وتقف قدام الناس وبتاع وكده ورأي كده، يعني تذكرت يعني زي ما منتصر أخوي الله يديه العافية كان بيقول لي يعني الحاجات اللي كنتوا بتعملوها في المدرسين هي بدأت تطلع فيك يعني. فبعد كده مشيت للتكنيكال سبورت من هناك. بعد كده جات فرصة تانية إنه أنا أمشي ل ل ل لحتة أكبر من 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 وضع الجريس ده بعد سنتين أو كده، لغاية ما سنة 96 كانت بدايتي مع الهيلث كير آي تي. قبل ما نخرج على المحطه دي، اول حاجه برحب بالشباب اللي معانا في الزوم. مرحبا بك مدام هند عبد الرحيم، مامون، وحبيبنا دكتور رازي، وكل الشباب اللي معانا في اللايف في الفيسبوك، مرحب بكم. والونسه ما زالت مستمره مع الباشمهندس امير بخاري، استشاري الانفورماتكس او التلي ميديسن. طيب يا دكتور، قبل ما نخش على المحطه، يعني دي تخلي دي حاجه يعني قاسيه جدا. انا ما اعرف انت يعني اتغلبت عليها كيف، يعني زول يكون اخذ التاهيل وكذا بس لانه جنسيته ما خلته يخش في الحاجه اللي هو المفروض يخش فيها. يعني دي احنا دي طبعا دي عانينا من الحاجات دي كثير جدا كسودانيين وكمسلمين هنا في يوكي، اللي هي بعد سبتمبر 11 وبعد 7/7 هي الهجمات الارهابيه هنا في لندن. يعني الاسم بمجرد ما اسمك ده يكون فيه اسم عربي طوالي السي في بتاعتك بتهمل يعني. فمعانا كانت بالنسبه لنا وممكن نكون ستيل الحاجه دي مؤثره علينا. فاتغلبت عليها كيف يعني؟ دي انا يعني مريت. ما هي كان ممكن يعني واحده كانت من التشويسز انه يا امير انت ما تقوم ترجع ثاني لسودانير. يمكن في الحته دي انا سودانير يعني لما سبت سودانير كان يعني كان في مشكله بتاعت ما اعرف اقول لك شنو يعني بتاعت اوبريشنز في 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 سودانير. نحن كنا لو تتذكروا في سنة 91 أو 92، سنة 92 كان في حادثة حصلت لطيارة 737 سودانية. الخط هيثرو كان شغال، كانت الطيارة بتطلع ذات تايم، كان 707 وقفوها تماما في أوروبا وما كان هنا لأنه صوته عالي والإزعاج هنا. فكانت الطيارة اللي بتمشي للندن كانت 737، كانت بتطلع من الخرطوم، كايرو، روم، لندن. نعم. كويس، وبتجي راجعة بنفس الخط يعني من لندن، روم، كايرو لغاية ما تصل الخرطوم. في الوقت ذاك حصل حادث للطيارة دي وهي راجعة من لندن، نزلت في روما، عملت ريفيولينج في روما وجارية في الرنوي عايزة تطلع، العجلة القدام تفرقع، العجلة القدام تفرقع كسر اللاندنج جير، وكانت هتحصل كارثة يعني لولا انه الكابتن ذات تايم كان متمكن جدا جدا وقدر انه يسيطر على الطيارة وكده. فالمهم يعني انا كنت في لجنة التحقيق بتاعت الحادث، الناس تشوف الحادث ده حصل ليه يعني.
فباختصار كده نحن قمنا كنا 5 مهندسين وزي 8 أو 9 فنيين. الكونكلوجن اللي وصلنا لها إنه العجل اللي كان مربوط في الطيارة ده ما حقها كويس. وطبعا الحتة دي عملت مشكلة كبيرة جدا جدا في السودانير، يعني وات تايم، يعني في بدايات التسعينات، كان بدايات الإنقاذ وكده، والناس كانوا في أوج بطشه يعني. نعم. فالكونكلوجن كانت إنه نحن المهندسين الخمسة كلنا اترفدنا يعني. حقيقة عشان قلنا الحقيقة، أو عشان نحن ما we broke the chain of command، يعني ما بشينا، ما رفعنا التقرير بتاعنا بالتدرج المفروض إنه يعني نحن كتبناه وطوال للناحية الثانية. فما كان ممكن أرجع السودان، ما كان ممكن يعني كده. فكان يعني حتى اقترح الوالد الله يرحمه انه شوف ليك حاجه لغايه ما تلقى طريقه تمشي فيها. فكان في الهوس بتاع الكمبيوتر، الهوس بتاع انه يعني انك انت بتقدر تعمل حاجه تعمل حاجه كويسه، وفي نفس الوقت بتحفظ لك التكنيكال ابيليتيز بتاعتك، يعني انت ما حتنسى الحاجه اللي انت قريتها او التدريب اللي انت اخذته او كده. كانت مرحله صعبه جدا جدا. في الفتره دي الوالد الله يرحمه قرر انه يرجع السودان، فصفى اموره هنا في المملكه وكده، وقام رجع السودان. دي كانت كمان دي حته ثانيه، يعني انك انت الواحد كان قاعد وظهره محبي تماما وكده، وفجأة لقيت نفسك يعني انك انت برك يعني. بعد كده واصلت انا بالمناسبة في الحتة بتاعت الطيران دي، وكنت بمشي بعمل ريكرنت لللايسنسز للإنايل كده، بمشي اوكي، بدخل شورت كورسز عشان اواصل في الهنادي، لغايه ما جات سنه 96. سنه 96 دي كانت اول علاقتي بالهيلث كير اي تي. كان في شركه هنا، فرع بتاع شركه امريكيه اسمها وورلد كير انترناشونال. وورلد كير انترناشونال دي كانت أول شركة خارج الولايات المتحدة تشتغل تيلي ميديسن. كنا نشتغل تيلي راديولوجي. قبل ما أخش في النادي، يعني شنو تيلي ميديسن يا باشمهندس؟ تيلي ميديسن هو الطب الاتصالي أو الطب عن بعد، بمعنى إنك أنت الليلة، أنا الليلة هنا في الرياض في السعودية، عندي استضي بتاعت let's say راديولوجي، دراسة بتاعت أشعة محتاجة لصاب سبيشاليتي معينة عشان تقراها كويس. فأنا ما عندي زول يقرأ لي هنا، زي مثلا الطب النووي النيوكلير ميديسن، ما كان في ناس متخصصين بيقروا نيوكلير ميديسن في الحته دي في البلد دي. وكانت الحكايه يعني النيوكلير ميديسن ده كان بيستعينوا به كثير جدا جدا في الحالات بتاعت السرطانات، نسأل الله السلامه للجميع اللي نايل حاجات زي دي. فما كانت قراءات الهنا دي صعبه جدا جدا، فكنا نحن بناخذ الكيسز من هنا وبنرسلها لامريكا عشان تتقري في مراكز متخصصه وتجي الهنا دي. الطب الاتصالي انت بتستعمل التليكوميونيكيشن
في انك انت تعمل دايجنوزيس او ميديكال تريتمنت او بيشنت مانجمنت لحالات ممكن ما تكون عندك التخصصات بتاعتها هنا. كويس. سنة 96 كان في ال World Care كانت جات هنا للمملكة وبدت تشتغل في الحتة بتاعت التليميديسن، فكانوا عايزين تكنيكال مانجر، تكنيكال مانجر عشان تو مانج الحتة بتاعت ال دايجنوزينج، مش دايجنوزينج اللي هي ديجيتايزينج بتاع هنا، انت عايز تحول الصور بتاعت الاشياء دي لديجيتال كوبيز وبعد كده تقوم تضغطها بصوره معينه وبعد كده تقوم ترسلها لهناك. ات ذات تايم يعني ما كان في نت، ما كان في يعني حتى استعمالات الساتلايت كانت محدوده جدا كده، فكانت الحكايه صعبه جدا جدا. فكان عايزين زول عشان يقدر يعمل الحاجة دي يعني، أو يقدر إنه to create a pipeline عشان يوصل الحاجات دي أو الإشاعات دي من السعودية لغاية أمريكا عشان هنا. بعد ما تتقري في أمريكا ممكن الريبورت تيجي بالفاكس، يجي بأي حاجة يعني. ما دي ما كانت المشكلة، المشكلة كانت إنه من هنا نقدر نوصلها لأمريكا كيف. والله واحد صديق بس اتصل بي قال لي يا اخي انت ما تمشي تشوف الامريكان ديل يعني، تشوف يعني الحاصل معهم شنو بتاع كده. فقمت مشيت قدمت اوراقي وبتاع، عملت الانترفيو وخشيت مع وولد كير. قدرنا اننا يعني نقدر نحل المشكله دي بصورة يعني، يمكن في الوقت ذاك نحن قعدنا نضحك عليها لكن هي كانت إفكتيف جدا جدا. ذات تايم الإرسال كان بيتم عن طريق المودم، أو تسكر الصوت بتاعه. أيوة الهاندشيكينج نعم. أيوة الهاندشيكينج. فال ال ال الحكايه كانت السرعات بتاعت الهناي دي كانت بطيئه جدا جدا. لما كنا نصل ل 14.4 كانت الحكايه بتكون نحن بنكون مبسوطين جدا جدا انه الستدي سبيد بتاعتنا 14.4 كي، ما مي ما ميكس ولا جيكس، كي كويس. فهنا جاتني الفكره بتاعت انه يعني نحن ليه ما نستعمل مالتيبلكسرز. تبلكسر إننا إحنا نطلع ال digital copy بتاعت ال X-ray دي من ال X-ray من ال digitizer machine، وبعدين نقوم بدل ما نستعمل مودم واحد نحن نستعمل ثلاثة أو أربعة مودمز تتقسم عليهم ال study دي كويس، وبكده نحن we multiply it by 3 or 4 ال speed. وبعد كده لما اتصل امريكا، كان وصلت امريكا ما عندنا مشكله بعد الجماعه بهناك في الناحيه الثانيه بيحلحلوا المواضيع. فنجحت الحكايه دي واشتغلت وكده ومشت كويس جدا جدا، والشركه توسعت في عملها وبتاع وكده. ما حصلت مشكلة في الكواليتي، لأنه الحاجات دي حساسة جدا جدا. لا ما نحن كنا الحاجة اللي كنا بنعملها شنو، كنا بنحول الاكس راي فيلم لديجيتال كوب. اوكي وبعد كده بنعمل لها كومبريشن يعني ل 30% ولا كده. وبعد كده لما تمشي هناك ففي دي كومبريشن بيحصل في الناحية الثانية. نعم كويس. وفي هناك في سنة 98 الفكرة دي وصلت لمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض،
سيف الملك فيصل التخصص للرياض هو المستشفى الأكثر تقدما في، يمكن يكون في الشرق الأوسط، ما في الرياض بس أو في السعودية. المستشفى قام طلب من الشركة إنها تعمل نفس الفكرة دي لكن داخل السعودية، بمعنى إنه يرسلوا الراديولوجي ايميجز من مناطق في السعودية للمستشفى ده for reading and diagnosis، وبعد كده يقوموا الجماعة الناس المستشفى يرسلوا لهم النتائج بالفاكس أو whatever. الشركة نفذت المشروع ده وأنا كنت مدير المشروع هنا في الهنادي. طبعا الخبرة اللي أنا استفدتها في السنتين أو 3 سنوات اللي أنا اشتغلتهم بين السعودية وأمريكا، وسفريات بين السعودية وأمريكا، وكده بيحصل شنو هنا، ونمشي هناك نحاول نشوف الحل شنو ده وكده، ونمشي والشركة كانت في بوسطن، هي كانت في ماساتشوستس. واحد من المستشفيات اللي احنا كنا بنتعامل معاها كان ماس جنرال هوسبيتال في بوسطن، تابع لجامعة هارفارد. تعرف دكتور ياسين، يعني انت لما تخش الحتة دي ولما نايم كده وبتاع، بيجيك احساس كده انك انت يعني انك انت ماشي في الهواء، تعرف يعني رجلينك دي ما قاعدة في الوضع يعني. زي الفيلم. بالضبط كده يعني. انت هل انا يا ربي انا يعني هل صحيح يعني انه انا بقى انا في الحتة دي وانا بعمل في الحاجة دي، انا بتعامل مع الناس ديل، بتكلم مع هناك كانت المديرة بتاعت الطب الاتصالي هناك اسمها كامبرلي باركر، لغاية حسي انا اتذكر الاسم ده. بعدين كامبرلي دي كانت بنت صغيرة يعني، ما كان يعني زولة كبيرة ولا بتاع ولا كده. وبعدين يعني من النوع زي ما نقول نحن النوع الصحراوي يعني، بتقعد معاك في النجيلة بتاع كده، بتجيب اللانش بتاعها هنا كده. ف يا اخوان الناس دي هم فعلا يعني الناس اللي بيعملوا في الحاجات دي، ولا انا في حلم، ولا انا في هنا ولا كده. المهم انا قضيت فترة في بوسطن عشان نخطط للمشروع بتاع الشبكة السعودية للطب الاتصالي، وقمنا سميناها سعودي ناشونال تليميديسن نتورك SNTN. عملنا التخطيط بتاعه هناك وكده، وجينا وبدينا الشبكة دي في السعودية في 5 مناطق. أتذكر منهم كان المدينة المنورة، الدمام، جدة، جيزان أو نجران ما أتذكر. وكان في مركز جديد بتاع مركز سرطان الأطفال تابع للمستشفى في الرياض، وكان على بعد 35 كيلو من المستشفى. هو مستشفى قائم بذاته وبتاعه كده وكل حاجة، لكن بيحتاجوا لأنهم ينقلوا الإكس راي إيميجز بتاعتهم من هناك لهنا عشان الدياجنوزس والريدنج وكده. بدينا المشروع ده واشتغلنا فيه، وكان على اساس انه في خلال 3 سنوات نحن نقوم نسلم المشروع ده للمستشفى. سنة 2001 لما جينا نسلم المشروع ده، جاري اوفر من المستشفى انه يا امير تعال خش معانا، يعني تعال لنا في المستشفى، وابقى واحد من التيم بتاعنا وشغل المشروع ده، لانه يعني اتس فيري هارد انه يعني نحن نشتغل كده نعم. والوقت ذاك انت فتعال كنت لسه اشتغل معانا. فدي كانت نعم نقلة تانية الوقت ذاك لسه كنت معور للكير مش كده؟ الحتة بتاعت
ما سامعك يا دكتور. الوقت ده قبل ما ناس المستشفى يطلب منك انت تجي او انت تبوك ليهم، كنت ستيل مع الشركه الورد كير الامريكيه. الصوت طيب ها سمعتني؟ ايوه كده تمام. ايوه طيب فقلت لك بعد كده يعني بعد ما اتنقلت بعد ما نقلت للمستشفى هناك المسألة بقت ما تلراديولوجي بس المسألة الطموح بقى أكبر انه يعني طيب نحن اللي خلانا نقوم نعمل التيلي راديولوجي دي وبنفس الطريقه اللي احنا استعملناها المالتيبلكسرز والمودمز والبتاع والحاجات دي فليه نحن ما نعمل حاجه اكبر من كده. نعم فقمنا عملنا حاجه يعني نحن ات ذات تايم سميناها كومبريهنسيف تيليميديسين سوليوشن اللي هي شنو؟ خلينا الموضوع بتاع التلي راديولوجي دي شغال زي ما هو. الناس ترسل الصور بتاعتها وهنا وكده وبعدين قمنا جبنا فيديو كونفرنسينج اكويبمنت. الفيديو كونفرنسينج اكويبمنت دي هي الأجهزة القديمة بتاعت الاتصالات المرئية زي بتاعت التلفزيونات يعني أنت بتشوف الليلة في التلفزيون دكتور ياسين في لندن أمير في الرياض ما تعرف المذيعة في الدوحة بتاع كده وبتتناقش معاهم وبتتكلم معاهم وبتاع وكده ونافه. فنحن ليه قلنا ما نستفيد من الحكاية دي؟ كان معي مهندس سعودي أخ عزيز اسمه تركي الطويلي فقعدنا مع بعض وبدأنا نتناقش يعني نحن ما نوسع الموضوع ده ما نايمة كده كويس وقمنا استلفنا لنا اكويبمنت زي دي من قسم الإعلام في المستشفى جبناه وخدناه وكده وبدينا نفكر انه نحن نشتغل في البتاع ده كيف. الفيديو كونفرنسينج اكويبمنت دي فيها 4 مداخل للكاميرات يعني ممكن تدخل فيها 4 كاميرات. فقمنا خلينا الكاميرا نمره 1 زي ما هي الكاميرا اللي بتنقل الصورة والصوت والبتاع وكده والناس بتتكلم مع بعض وبتتناقش وبتاع. كاميرا 2 قمنا خدينا فيها ديجيتال مايكروسكوب جبنا المايكروسكوب بدل ما ندخله على شاشة دخلناه على الكاميرا نمرة 2 وبعدين الكاميرا نمرة 3 خدينا فيها overhead projector عشان نشوف ال documents إذا كان في أي document إذا كان في بتاع إذا كان في كده وبعدين الكاميرا نمرة 4 قمنا قلنا كده نحن نقوم نخليها للحتة بتاع صور الأشعة دي إذا كان في زول هنا يعني عايز يوري صور أشعة لكيس لبتاع لهنا كده. وقمنا عرضنا الفكرة دي على مدير المركز، مدير مركز الطب الاتصالي كان بروفيسور سعودي، بروفيسور اوف ميديسن اسمه الدكتور عبد الرحمن النعيم ربنا يمسيه بالخير. فاول ما قلنا له احنا عملنا كده 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 وعايزينك تشوفه يعني تورينا رايك شنو. فقام قفل الباب إذا قال طلعوا لي القزازة بتاعتكم دي حسي. انت عارف يا مهندس قبل ما اتكلم قبل ما تكمل انت بتحكي كده انا قلت الجماعه دي بيضربوا بنجو ولا شنو؟ انتوا اكيد يعني عملتوا حاجة ما تمام يعني في حاجة غلط انتوا عملتوها انتوا ما ممكن تكونوا هنا كده وروني انتوا عملتوا شنو وريني يعني دي الحاجة الحاصلة كويس. فقام قال اوكي
خلينا نبداها مع مركز سرطان الاطفال في الرياض عشان ما نقوم تو انفست في الموضوع ده ويقوم ما يشتغل بتاعه كده، فاشتغل الموضوع مع الرياض. طيب الصورة كانت بطيئة شوية، الميديا ما كانت شغالة معانا كويس البتاع كده، فقام قال أنا هجيب لكم ساتلايت شانل. فقلنا والله ليه ساتلايت شانل دي غالية جدا جدا وهنا وكده، المستشفى طبعا تابع هنا للديوان الملكي السعودي. فقام بعد وساب الحكاية ومشى هنا، ونحن استمرينا في شغلنا عادي. المهم بعد أسبوعين ولا كده قام جاني في المكتب، قال لي يا أمير قوم تعال روح معي أنا عايز. قمنا مشينا في الجهة الشرقية الشمالية الشرقية من المستشفى كده، كانت فاضية حوش كبير كده. وقمنا مشينا الحتة ديك وأنا شايف في تركات وفي بتاع وفي، فقلت له ده شنو؟ قال لي ده الساتلايت اللي هيتركب عشان انتوا تشتغلوا بيه. يا دكتور انت بتتكلم جد؟ قال لي ده الساتلايت بتاعكم يا أمير، وانتوا هتشتغلوا من الليلة بساتلايت، وعمل حسابك انك انت هتمشي لكل المناطق اللي فيها الاس ان تي ان عشان تحوله من خطوط تلفون لساتلايت شانل. احنا عندنا ساتلايت شانل من انتل سات مقفول لنا، انا راح اوقفك ما في زول تاني بيستعمل. انا راح اوقفك هنا طبعا يا جماعه، يعني روعه والله. يعني انا دكتور ياسين انا في الحقيقه ما قادر اسمعك، يعني ما عارف الحاصل شنو. دكتور رازي صوتي مسموع عندكم؟ ممكن تعمل ميوت يا دكتور؟ ايوه الصوت طيب واضح؟ تفضل دكتور. لا صوت واضح يا ياسين. اوكي طيب يا باشمهندس، يعني لسه صوتي ما واضح؟ طيب كده صوتي بعد كده المسألة صوتي مسموع استمرت. الآن الـ SNTN فيها 32. معلي سامعني؟ أنا ما سامعك، تعرف أنا اديني التليفون بتاعك، جيب لي تليفونك ده اديني، خليني أنا أسمع. طيب اتفضل يا دكتور. طيب أنا يعني ال 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 الحاجة دي بالمناسبة يعني حاجة رائعة جدا جدا. يعني أنا كده كنت بعمل لي في بحث، يعني ما عنده علاقة بالموضوع ده، لكن قريت يعني حاجة فيري انترستنج عن التلي ميديسين والحاجات دي وكده. انتوا السبب او يعني الخلاكم انتوا تلجوا للحاجه دي شنو؟ الخلاكم انتوا لحد ما تفكروا تعملوا تيلي ميديسين، وبعد ذاك تجيبوا الكاميرات الاربعه الحركه المجنونه دي، وبعد شويه مدير المستشفى يجيب لكم ساتلايت شانل يعني قناه فضائيه متكامله. ليش شنو؟ شنو؟ طيب المستشفى التخصصي في الرياض كان او لغايه حسي هو المستشفى اللي بيحول له الحالات الصعبه في السعوديه كويس. يعني هنا في السعوديه مثلا يا اما يحولوك لحته زي المستشفى التخصصي ده، يا اما يقوموا يسفروك برا للعلاج الحالات الصعبه. فكان في المستشفى داخل المستشفى في حاجه اسمها الهيلث اوتريتش اند بزنس افيرز، اوكي، اللي هي التعاون المشترك في المستشفى. اوكي التعاون المشترك بتاع المستشفى ده او الهيلث اوتريتش اند بزنس افيرز كان بيرسل الدكاتره المتخصصين للمناطق عشان يشوفوا المرضى هناك، وبعد ما يشوفوا المرضى هناك بيقرروا هل المريض ده يجيبوه هنا ولا ما يجيبوه، ولا العلاج اساسا متوفر في المستشفى دي ولا لا ولا كده. اوكي فكان في يعني ايام كده الدكاتره دي اللي بيكونوا حايمين في السعوديه عشان يشوفوا هل
يجيبوا المرضى ديل ولا ما يجيبوهم. بعد كده الحكايه بتاعت المرضى دي ذاتها بدات تكتر كويس، والحكايه بدات تكون صعبه شويه انه يجيبوا دكاتره عشان يمشوا هناك عشان يقرروا وبتاع وكده وحاجات زي دي. فكانت الحته بتاعت انه ال 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 الحكايه تكون through الفيديو كونفرنس، انه المستشفى الفلاني في الحتة الفلانية، مستشفى الدمام المركزي مثلا عنده حالتين، الحالة الأولانية فيها كذا 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 كذا، دي الدوكيومنتس بتاعتها، دي الاكس رايز بتاعتها، ده الطبيب المعالج في المستشفى هناك بيقعد مع الطبيب المفروض انه يمشي له من هنا عشان يتكلم معاه ويشوف هل الحالة دي تحول هنا ولا ما تحول هنا، ولا العملية دي يمكن إجراءها في المستشفى بهناك، وأحسن إذا كان في أكثر من حالة، حالتين ثلاثة أربعة، يقوم يجمعهم، يقوم التيم بتاع المستشفى دي يقوم يمشي هناك عشان يعمل الهنا دي. فالمسألة دي وفرت وقت ووفرت قروش، لأنه الاستاف اللي بيمشي من هنا بتوديهم بتذاكر، بتنزلهم في اوتيلات، بتديهم بير ديم، وفي نفس الوقت يعني بي 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 العياده بتاعته هنا بتكون مستنيه وقاعده مستنيه كويس. فكان من الافضل انه الحاجه دي تقوم تتعمل يعني، والحكايه تكون اسرع وتكلفتها اقل. هي طبعا احنا يعني المستشفى ما دفع حاجه يعني، كلها جايه هبات ملكيه يعني وكده. والموضوع ده اشتغل يعني، الان في 32 زي ما قلت لك 32 مركز throughout the kingdom، ناس شغالين بالتكنولوجيا دي لغايه حسي وكده. لما جاتنا الساتلايت شانل، التفكير بدأ يتجه لحتة تانية يعني. البني آدم بطبعه كده يعني دايما بيكون عايز يعمل حاجة جديدة يعني، أو عاوز زي ما يقولوا، زي ما قال لنا دكتور النعيم، انتوا بس عايزين تقعدوا كده تخترعوا لينا. At that time التيم سنة 2003 بتاعنا في الهيلث اوتريتش زاد يعني. نحن كنا أربع أشخاص في سنة 2001، 2003 بقينا زي 12 واحد عشان الناس تقدر تشتغل وتقدر تعمل الكولز وتقدر تنسق المواعيد وتقدر هناي وكده وحاجات زي دي. ف سنة 2003 جات الفكرة بتاعت الباكس، Picture Archiving and Communication Systems. زمان احنا كنا صور الأشعة بتكون في أفلام، في فيلم، والفيلم ده نحن بنشيله وبنعمل له ديجيتايزنج، بنحوله لديجيتال إيميج عشان نضغطه وتو بي ترانسفير. الآن صور الأشعة بتتنقل عن طريق النتورك لأركايف، إلكترونيك أركايف، وما في حاجة اسمها صورة أشعة فيلم. صورة الأشعة بتتاخد سواء كانت سي تي، ام ار اي، الترا ساوند، جنرال اكس راي، اي حاجة بتتاخد وبتترسل لسيرفرز معينة، ومن السيرفرز دي اي دكتور بيقدر يخش من اي حتة في المستشفى عشان يشوف صورة الأشعة دي. طيب إذا كان دكتور إسعاف، ممكن من الإسعاف إذا كان دكتور أوقفك. نعم أوقفك هنا. طبعا دي
يعني ده كلام انا متمني انه كل الناس اللي عندهم علاقه بالاي تي وعندهم علاقه بال دقيقة بس أنا عايز أجيب لي سماعة جدا لأنه أنا ما جدا سمعت. جدا اتفضل. وانا يا جماعه الليله الحلقه بتاعتنا يعني حلقه جميله جدا، يعني حلقه مور تكنيكال، يعني فيها حاجات تقنيه كثيره جدا جدا. وطبعا معانا حضره الاستشاري الباشمهندس امير بخاري، ويعني نشوف ناس في الرحله بتاعته الجميله دي، مني انه كان يعني بيتكلم سوداني وباقي الاولاد في المدرسه ما يعني حاصل لهم زي جزء من هم، هو ذاته حاصل له عدم التمازج معاهم. بعد ذاك مشى يدرج في المدارس، مشى سافر اسكتلندا، يراجع بشهاداته عشان هو سوداني ما يتقبل في البي اي سيستم. بعد ذاك مشى عمل شورت كورس. الكورسات يا جماعه، الكورسات الصغيره دي الناس ما تستهونها، يعني الناس دي ممكن بعد شويه الباشمهندس هو ذاته ممكن يقول لكم اي كلام ده، لكن من الشيء اللي انا سمعته واستشفيته انه معظم حياه الباشمهندس امير بخاري العمليه اعتمدت على الشورت كورس، يعني عمل يعني كورسات في الاي تي وبدا منها. ف يعني الكورسات دي متوفره جدا جدا، يعني كورسيرا بتدي كورسات مجانيه، اودومي، يعني بقت في متناول اليد، تمام؟ فالشباب يا جماعه سيدي ما تضيعوا وقتكم، يعني الواحد اللي عنده قدر البيت اللي عنده دي ما يعدي لي انا كل مثلا يجيب له كلام ما عنده اي علاقه بالواقع، او جمعه مباركه الاسبوع كله، يعني استفيدوا من الحاجات اللي عندهم دي. يعني اتفضل يا باشمهندس. طيب جات فكره الباكس اللي هي Picture Archiving and Communication System. صورة الأشعة الآن ما فيلم، ما بتجي في فيلم. هي صورة الأشعة بتتشاف في شاشة كمبيوتر مخصصة للأشعة دي. أي طبيب في المستشفى بيقدر يشوف صورة الأشعة دي من أي موقع كان في المستشفى، سواء كان في غرفة العمليات، سواء كان في العنبر، سواء كان في العيادة، في السيب بتاع المستشفى، في أي حتة. الطبيب ممكن يشوف صورة الأشعة دي. سنة 2003 مستشفى الملك فيصل في الرياض كان عايز يدخل تقنية الفاكس. عملنا دراسة اقتصادية، ما أي حاجة تانية. الفيلم الخام، الشيت الوحدة بتاعت الفيلم الخام كانت at that time في سنة 2003 كانت ب 11 ريال، اللي هي تقريبا $3، حاجة زي دي. الستدي الواحدة بتاعت السيتي ممكن تاخد من 20 لـ 35 شيت. تمام معي؟ 100 100. طيب المستشفى في الرياض كان بيعمل من 25 لـ 40 حالة بتاعت سيتي سكان في اليوم. أنا جبت لك السيتي سكان بس، ما أي حاجة تانية. كويس. فقمنا يعني قلنا نحن ليه ما نستعمل الحاجة دي، وفي خلال 3 سنوات it will pay itself. يعني بعد 3 سنوات إذا استمرينا بالمعدل الصرفي ده، كل يوم نحن بنصرف كم عشان الإشاعات دي تتقري وعشان كده وعشان ده، ففي 3 سنوات نحن حنكون سددنا ثمن المشروع ده، وبعد كده المسألة حتكون أوفر بالنسبة للمستشفى، وأوفر بالنسبة وأحسن بالنسبة للأطباء، لأنه كان في حاجات كثيرة جدا جدا بتحصل. الصور الأشعة بتضيع، التقارير بتتأخر،
حاجات كثيرة جدا جدا بتحصل في الحتة دي. فكان كنا 5 أشخاص جادونا في إدارة المستشفى، قالوا لنا أعملوا استضيع عشان نحن نقوم نبدأ المشروع بتاع الفاكس. كان معاي واحد يوناني كندي جريجي وبيوميديكال فيزيست، زول فيزيائي بتاع دوزز بتاعت أشعة، يعني مفروض إنه المريض ده دوز الإشعاع اللي الممكن يستحمله كم، والممكن يكون خطر على حياته كم. طبعا ده حاجات كده أنا يا دوب بديت أعرفها يعني في الوقت ذاك وبديت هنا. فالمهم نحن 5 أشخاص كنا قالوا لنا أمشوا عملوا الدراسة بتاعت الموضوع ده. ما في أي زول عارف يعني شنو does it mean packs how does it work والفائدة منها شنو وا وا وا. فالمهم قعدنا برانا حاجة بتاعت 3 شهور ولا 4 شهور شبل المكاتبات وشبل هنا وشبل الانترنت وشبل هنا لغاية ما لقينا عملنا الاستضي اللي ممكن نعتمد عليه نقدمها لإدارة المستشفى. وفعلا قد كان إدارة المستشفى وافقت وقالت خلاص الناس تبدأ تعمل المشروع ده وكده. فقاموا فرغونا نحن 5 لإدارة المشروع ده. الحكاية أخذت مننا 16 شهر عشان نعمل المشروع ده، لأنه كان فيه سيفل ووركس كثيرة جدا جدا. كان لازم نعمل شبكة كمبيوتر جديدة ومختلفة، كان لازم نعمل أبجريد لأجهزة الأشعة لمستوى معين، كان لازم حاجات كثيرة جدا جدا كانت واقفة في النص. فقمنا عملنا المشروع ده، ومن المفارقات الجميلة جدا جدا يعني كان جاء الملك سلمان اللي هو كان أمير الرياض في الفترة دي. نعم. 2005 جاء عشان يفتتح المشروع. فقاموا قالوا لي يا أمير تعال عشان تشرح للزول ده الأجهزة دي بتشتغل كيف. قلت له يا ورا اقول ليش شنو يعني. كان مدير القسم طبيب سعودي اسمه جهاد الوطبان، قال لي قول له صوره الاشعه بتتاخذ من هنا بتمشي هنا بتخش في الحته دي بنطلعها في الشاشه دي بتشوفها هنا كده الدكتور بيقرا. وقد كان يا الزول ده دخلنا السيرفر روم، قلت له صورة الأشعة أنت بتاخدها في الحتة دي كده، نحن بنرسلها من الجهاز بتاع الأشعة بتجي بتخش هنا كويس، بتتخطى في حتة معينة بصورة معينة برقم معين بنائب كده، بعد كده الدكتور بيشوفها في الحتة دي في الحتة. فقام قال لي يعني أنا حسي صورة الأشعة بتاعتي بتكون موجودة هنا. قلت له لو عندك ملف في المستشفى بتكون موجودة هنا. قام اداني رقم الملف بتاعه، قمت دخلت رقم الملف بتاعه في الكمبيوتر فتحت هنا. قلت له انت عندك حسي في 7 دراسات بتاعت الأشعة، 2 أشعة كتف وما تعرف شنو. قال لي بس قفل فمن هنا يعني كان في اتجاه تاني خالص للحتة بتاعت الهيلثكير اي تي. بعدك كانت المرحلة بتاعت إدارة مشاريع تقنية المعلومات الطبية من سنة 2005 لغاية الآن. الرحلة كانت طبعا شيقة جدا جدا، وكانت مليانة بتحديات
وطبعا انا قلت لكم الجوانب الظريفه منها نعم يعني في ناس كده بيكسروا لك مقاديفك كده، مثلا يجيك واحد هنا كده يقول لك يعني بدل ما تصرف القروش دي في ما تعرف شنو بتاع وكده، يجيبوا لكم أدوية زيادة مثلا، أو تعرف أو عملوا أوضة عمليات جديدة أو بتاع أو حاجة زي كده. كويس، الحاجة الظريفة في الموضوع إنه يعني الواحد وصل لمرحلة كده، يعني بيجي لما يقترح حاجة المسائل بتمشي بصورة سموس كده، أو بكلمة تانية يعني الواحد كلمته بقت شوية مسموعة يعني في الأماكن دي. سنة 2008 كان مفروض إنه أنا أطلع من مستشفى الملك فيصل التخصصي، لأنه خلاص يعني أنا وصلت السيلينج بتاعي، يعني ما ممكن أمشي لحتة أكبر من كده. إدارة المستشفى قامت وجهتني لأنه أنا أمشي للمنطقة الشرقية للدمام، في مستشفى هناك تخصصي جديد كانوا حيعملوا، هو كان مستشفى عام وقاموا قالوا عايزين يعملوا مستشفيات تخصصية في المناطق، فقاموا حددوا مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام انه يكون المستشفى التخصصي في المنطقة الشرقية. فقمنا نحن زي 28 واحد اخذونا من تخصص الرياض لتخصص الدمام عشان نغير السيستم من مستشفى عام لتيرتري كير هوسبيتال او مستشفى رعايه من الدرجه الثالثه. دي كانت مرحله جديده كمان خالص. في الايام دي بدات حاجه اسمها الهيلث كير انفورميشن سيستم، كان بدات في مستشفى الملك فيصل سنه 2000 و 4 2005. الهيلث كير انفورميشن سيستم هي نظام تشغيل الكتروني للمستشفى بيتدخل فيه كل المعلومات بتاعت المريض من اسمه للفحوصات العملية لأمراضه كلها لتقاريره الطبية لأشعاعاته لاب ريزلتس بتاعته عملياته ادويته اي حاجه بتخص المريض ده اللي بيجي بيتعالج في المستشفى دي عنده رقم طبي، الرقم الطبي ده هو رقم ملفه بيفتح لك ملفه وانت بتشوف فيه كل حاجه متعلقه بالمريض. كانت مهمتنا في هناك اننا نحن نعمل نظام زي ده في مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، وإننا نعمل باكس سيستم ونعمل تلي ميديسين. كل الحاجات اللي أنت عملتها يا أمير في خلال 10 أو 12 سنة أنت لازم تجي تعملها هنا، تعملها هنا في خلال سنتين أو حاجة زي دي، مع وجود طبعا الـ الناس اللي ما كانوا حابين وجودك يعني، او الـ الناس اللي عايزين الوضع القديم يستمر او اوكي. في خلال سنتين المستشفى اتنقل نقلة كبيرة جدا. في ايام كان في مشروع لوزارة الصحة في السعودية كانوا عايزين يدخلوا الباكس في 12 مستشفى في السعودية. ال 12 مستشفى ديل كان منتشرين في السعودية، وكان لازم الكونتراكت يكون واحد، 12 مستشفى يبدوا مع بعض وفي خلال فترة معينة
تتعامل الحكايه دي وكده. هنا كان انا اتنقلت من مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام لفيليبس، فيليبس هيلث كير سيستمز. كنت مدير مشاريع في فيليبس، نفذت 4 مشاريع من ال 12 مستشفى دي، باكس وراديولوجي انفورميشن سيستم. وبعد كده بعد فيليبس قعدت في فيليبس 5 سنوات، بعد فيليبس اتنقلت لجامعة الأميرة نورة في الرياض. في جامعة الأميرة نورة برضو كانت الحكاية قريبة من مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام، إنك أنت تعمل كل حاجة، بمعنى آخر إنه المستشفى ده لازم يشتغل، مستشفى جامعي ب500 سرير، مستشفى كبير جدا. والله يا دكتور ياسين أنا ما أعرف يعني أوصف لك المستشفى ده كيف. يعني أنا تمنيت في يوم من الأيام إنه نحن يكون عندنا في السودان، يعني أو إننا نحن في يوم من الأيام نصل في السودان لمستوى من الصوفيستيكيشن، يعني شيء عجيب. مستشفى أخذوه من جزوره، من واحد من مباني مايو كلينيك في أمريكا، جابوه خدوه هنا في نص الخلا. يعني كنت داخل المستشفى ده بتشوف حاجة عجيبة جدا جدا، تنظيم غريب، أوتوميشن غريب جدا جدا في المستشفى. المشكلة كانت إنه السيستمز اتركبت قبل ما الكهرباء تخش، فكان في جاب بتاع 2 أو 3 سنوات بين الاثنين. دي 2 أو 3 سنوات دي انتهت فيها الورنتي بتاعت الشركات، انتهت فيها عقود الصيانة وكده. ويومنا دوني قالوا لي المستشفى ده لازم يشتغل. فكانت المهمة إننا نحن نجي نقنع الشركات، الشركات ركبت أنظمة المعامل، الشركات النظر ركبت الأشعة، الشركات ركبت الـ Healthcare Information System، الملفات الطبية، الـ Medical Gases، أي شيء مرتبط بالمستشفى، لحد اللاوندري بتاعت المستشفى لازم تشتغل لغاية الحاجات دي كلها. فبحمد الله يعني الأمور مشت كويس، وقدرنا إننا إحنا نشغل المستشفى ده في خلال 2.5 سنين. المستشفى اشتغل بالفول كاباسيتي بتاعته، والحمد لله رب العالمين. طيب يا باشمهندس، يعني حاجة جميلة والله، يعني حاجة رائعة جدا جدا إنه الواحد يشوف البروجريس ده مشى منين، يعني بدأ من إحباط ويتحول لحاجة ما شاء الله صورة مشرقة جدا جدا. النجاح بتعزيه لشنو؟ نجاح المشاريع، مش نجاحك، نجاح المشاريع هل بتعزيه للإمكانيات المالية ولا لقرارات حكيمة؟ لا، هي الحكاية كومباينيشن بين الاثنين. زمان ستيفن كوفي في الليدرشيب كان بيقول treat me nicely, pay me freely. Okay, you got me. Okay. أول حاجة هي التيم بيلدينج. يعني
how to build your team, how to choose your people, how to treat them. Okay. دي أهم حاجة في الموضوع ده. ما هي الليلة المشاريع اللي نحن تكلمنا فيها دي كلها تأكد عندها بادجت معتمدة ومعروفة. كويس. البادجت دي بتجي أنت بتستلمها، ما بتستلمها كاش. كويس. بيقول لك إنك أنت عندك بادجت في حدود كده أبدأ أشتغل، فأنت بتبدأ تبني التيم بتاعك. عندنا مشكلة هنا كبيرة جدا جدا في السعودية، اللي هي ال turnover time بتاع الناس سريع جدا جدا. يعني الليلة انت بتبدأ تبني التيم بتاعك على اساس انه في خلال البروجرس بتاع المشروع ده انت بتقوم بتأهل الناس الموجودين عندك ديل عشان بعد ما المشروع ده يكتمل هم يمسكوه. فأنت قبل ما تبدأ تمشي خطوات في 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 الحتة دي بتقوم أنت you start losing some of the very essential people موجودين عندك لأسباب كثيرة جدا جدا. منها إنه اللي قاله والله يا أخي ده اللي قاله أوفر أحسن، والله يا أخي ده متأكد زهج، والله يا أخي الزول ده بيقول لك إنه أنتوا بتشغلونا ساعات عمل طويلة وبتجيبونا في نص الليل وبتاكد معنا بيجيبك في نص الليل عشان انت تتعلم يعني، وعشان تقدر تشتغل وعشان تقدر هنا كده. فدي واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا اللي كانت بتواجهنا هنا في السعودية، هي انه turnover time بتاع team members بتاع انك بيكون قليل جدا جدا. الحاجة الثانية زي ما قلت لك قبل شوية كلام ستيفن كوفي، هي الـ leadership. كويس. You delegate لكن في نفس الوقت you supervise. أوكي. وما في حتة بتاع الدلع او حناسه او بتاع او كده. نفس الوقت انت لازم تكون فليكسبل جدا جدا انك انت تحتوي الناس دي. كويس. يمكن الحته بتاعت التربيه دي شويه يعني اثرت فينا. الوالد الله يرحمه رجل عسكري حازم جدا صارم جدا جدا في قراراته. واحد زائد واحد يساوي اثنين. لكن في نفس الوقت زول منطقي جدا جدا وزول فليكسبل جدا جدا. كويس. وبيسمعك وممكن تغير له رايه بكلامك يعني. ممكن انت لما يعني when you make your case الامور تختلف معاه بتاع كده حاجة زي دي. فهي دي الحاجات اللي خلت الواحد شوية يعني يمشي في الحكاية دي ويمشي فيها يعني طوالي بدون تردد وبدون هنا. وبعدين في حاجة تانية مهمة جدا جدا يعني هي انه ما في حتة بتاعت I couldn't do it، لا او انه انا فشلت. It's not an answer at all. ممكن يكون في طريق ثاني، طريق انت ما شايفه. كويس. عشان كده يعني لما كنت بسمع لمي وصفي مثلا وهي بتتكلم وكده انه التيم ميتنج هي وسالي التيم ميتينجز دي ما عشان انا اوزع الادوار بتاعت الناس دي وانت تعمل كده وانت تعمل كده لا. التيم ميتينجز دي فيها حته بتاعت education عاليه جدا جدا يعني، وفيها موتيفيشن بالنسبه للناس التيم ممبرز بتاعينك. اوكي. والله يا اخي انا ما اخجل انه اقول انا ما يا اخي انا عندي مشكله. مشكلتك شنو؟ والله يا أخي مشكلتي كده 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 كده. فالناس ممكن تصل
لتعريف للمشكلة شنو، ولرود ماب إنه نحن ممكن نشتغلها كيف، وممكن نحلها كيف وبتاع كده. التيم بيلدينج والتيم تراست هي المفتاح بتاع نجاح أي مشروع من المشاريع دي. نعم. يمكن أنا جاتني فرصة إنه نعمل حاجة مختصرة بتاعت تيليميديسن سنتر في السودان. يمكن إحنا قبل الهوا كنت بتكلم معاك أنا في الحتة. أنا دايرك يعني كنت حازلك منها يعني. أي في 2001 كان في مؤتمر وزراء الصحة العرب في الرياض، التايم التلميديسن سنتر في مستشفى الملك فيصل التخصصي كان وجهة سياحية. كان الناس أي ضيف بيجي للمستشفى الناس بتجيبه توريه التليميديسن سنتر، البوست جراديويت سنتر. فمن ضمن الناس جو طبعا وزارة الصحة العرب، فقاموا جو للمستشفى. وذات تايم أنا كنت التكنيكال مانجر بتاع التليميديسن سنتر في مستشفى الملك فيصل التخصص. من ضمنهم كان وزير الصحة السوداني، وجيت وديت فكرة عن نحن بنعمل في شنو، بنعمل وكيف، والمراكز اللي عندنا، وعندنا كم 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 شبكة بتاع التليميديسين و و و و. المهم الراجل ده قام وجه لي الدعوة إنه أنا أجيه في الأوتيل بتاعه، فقمت مشيت له. قام قال لي يا أخي نحن عايزين نعمل حاجة زي دي في السودان، لكن ما بالسوفيستيكيشن ده، يعني حاجة بيزك. فقمت اتصلت بأستاذنا دكتور عبد العظيم محمد صالح، ورجل بي اتش دي بتاع اي تي وكوميونيكيشن سيستمز كان هنا. فقلت له دكتور في مشروع لكده كده 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 في السودان، وانا قابلت الوزير وتكلمت معاه وكده. مشينا انا ودكتور عبد العظيم، قابلنا الوزير وقال لي انت اخذ التكنيكال سايد وخلي لي انا الكوميونيكيشن دي، انا بدبر لك. ففي خلال 4 أيام وضعنا التصور بتاعنا فيري بيزك، وديناه وسلمناه للوزير. وبس بعد كده يعني الحكاية بقت في إنه الناس were seeking إنهم يستولوا على الحكاية، وإنه المسألة يكون فيها تمويل من WHO، وما مشت كويس يعني المسألة، ووقفت في الحتة دي يعني. طيب السبب يعني انه شنو، انه مثلا ما كانوا الناس جاهزين ليها، ولا كان ال يعني فشلت؟ انا بقول لك الكلام ده ليه، لانه في محاولات كثيره جدا يعني. انا لانه بديت يعني في سنه 2013 بديت بحث انه اعمل اللي هو اسمه شنو بالعربي، اللي هي البيشنت ريكورد سيستم في السودان. تمام. فبدأت اتواصل يعني من ضمن الناس اللي اتواصلت بهم، اتواصلت ببروف الفحل اللي هو مدير المايسيتوما، اتواصلت بكم نفر يعني. فعرفت انه في مبادرات كثيره زي دي، لكن حصل لها كلاب سريع جدا جدا. طيب انا حقول لك الحاجه اللي حصلت بالضبط. كويس. الحاجه اللي حصلت انه ال 12 او 15 ورقه دي اللي هي فيها الهيدلاينز بتاعت المشروع، ما فيها تكنيكال ديتيلز كثيره، ما فيها حاجه زي دي. اترسلت ل دبليو اتش او. التكنيكال مانجر بتاع
WHO at that time كان مستر جيمس زميرلي. جيمس زميرلي ده كان زميلنا هنا في الرياض، وكان واحد من الناس اللي عملوا ركبوا الساتلايت بتاع المستشفى التخصصي في الرياض. زول اشتغلت معاه في كذا مشروع مع بعض. جيمس زميرلي ساب الرياض ومشى لجنيف للدبليو اتش او. اتصل بي بالتليفون قال لي امير انت شغال حاجه للحكومه السودانيه. الكلام ده بعد 3 شهور ولا كده من الزياره دي. فقلت له والله يا اخي هي ما حاجه، هي هيدلاينز لمشروع حاجه زي دي، عشان يعني قلت له انا افتكر انه السودان يعني بيحتاج لشغل زي ده ولحاجه زي دي وكده. وانه فقام قال لي يا اخي الناس ذي مرسلين لي 15 pages. انا لما قريتها قلت ده امير بخاري. وكده اديني نمرة الفاكس بتاعتك، اديته نمرة الفاكس، رسلوا لي، شفت هنا، قلت له هاي ده ورقي ده كده. قال لي نزل عايزين تمويل. قلت له بالصورة دي انت ما ممكن تدي تمويل، لانه انت ما عندك حاجة تبني عليها، دي افكار يعني رأي كده. وما قال لي لا، هم قالوا انه عندهم كل حاجة ودي الاكزيكتيف سمري بتاعه ف what do you think you're gonna execute it. قلت له انا قال لي اي، قلت له والله يا اخي ما في زول قال لي come to execute it ف not me no. فرفض جيم، مع انه المشروع كان يعني لغايه حس والله يا دكتور ياسين ورقوا عندي يعني at that time. دكتور عبد العظيم اعتمد على انه الانفراستراكشر بتاعت الفايبر اوبتكس في السودان كانت اقوى كثير جدا 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 منها في حتت كثيرة، ومنهم السعودية يعني at that time في 2002 2003 2005 الانفراستراكشر بتاعت الفايبر اوبتكس في السودان كانت رائعة جدا جدا. المشروع ان احنا كنا عملناه كان بيتكون من اول حاجة rehabilitation للمستشفيات الموجودة، بعدين كل محافظة او كل ولاية في السودان كويس عندها مستشفى مركزي. المستشفى المركزي بتاع الولاية ده أو بتاع المحافظة أوكي بتتبع له مستشفيات أصغر منه، واللي هي ال primary care و secondary care hospitals الموجودة في المناطق دي. قد تكون عيادة، قد تكون مستشفى صغير، قد تكون مركز صحي، قد تكون أي حاجة كويس. فكل ولاية وكل محافظة بيتبع عليها عدد معين من المستشفيات، وكل مستشفى من المستشفيات دي بيتبع عليها عدد معين من العيادات أو من العناية. المسألة مركبة، مش نتورك كويس. في الآخر بتتجمع هنا في المستشفى بتاع الجنينة أو مستشفى نيالة أو مستشفى مدني أو مستشفى بورسودان أو الاستشاريين اللي في الحتة دي ممكن يشوفوا الدكاترة اللي هم البراكتيشنرز الموجودين في المناطق دي ويبدوا يوجهوهم هم يعملوا شنو، هل يرسلوا المريضة، هل يعملوا له شنو، هل بتاع كده. الحاجات دي فيها غير الحتة بتاعت الميديكال كير فيها education process عالية جدا 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 بالنسبة
للدكاترة اللي بيمشوا مناطق شدة. أنا الليلة كطبيب مشيت المنطقة بتاعت شدة قاعد براي. ها؟ يعني زول عنده التواء في 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 البصران، أنا حأعمل له شنو؟ أوكي؟ حأقوم حأتصل بالدكتور الأكبر مني في الحتة الجنبي اللي أنا عندي اتصال به، والدكتور ده بيوجهني أنا أعمل شنو ودي وشنو ما تعرف شنو أرسله له وأرسله كيف. كده حاجة زي دي. في نفس الوقت أنا بكون فتحت أضار الدكتور الثاني اللي أنا مرسل له الزول ده، إنه جايك زول في الحالة واحد اثنين ثلاثة أربعة. كويس. نحن دكتور ياسين في السودان للأسف الشديد يعني ما عندنا علاج إلا في الخرطوم. كويس. وأنا كنت بقول لك يعني قبل ما نبدأ إنه نعم في بيوت بتتخرب عشان الناس تسافر تتعالج. يعني نحن أغلب أهلنا يعني في السودان ناس بسيطين جدا جدا، مزارعين ورعاة وبتاع وكده، والحكاية بتاعت التجارة دي ذاتها دكان ود البصير. يعني ما عندنا التجارة القائمة على أسس اقتصادية وبتاع وكده وحاجات زي دي. لو قدرنا إننا نوفر للسودان حاجة بسيطة زي دي، يعني ما ضروري أنا أجيب لي فانسي إكس راي ماشين يعني أو حاجة زي كده، أجيب لي حاجة ريفيربيش ممكن تتركب في حتة معينة بخلايا شمسية أشغيلها، أنور المستشفى بتاعي بخلايا شمال، خلايا ده ممتد وقاعد ونايف مش كده؟ الخلايا الشمسية دي ممكن تعمل لنا هنا. المسألة بتحتاج لعزيمة، ما بتحتاج لقروش كثيرة، وما بتحتاج محتاجة لعزيمة ومحتاجة لإخلاص في العمل، إنه نحن عايزين نفيد البلد دي ونفيد الناس. نحن السودان ده يعني أنا واحد من الناس يعني كنت عامل حساباتي كلها مما كنت صغير إنه أنا أقوم أرجع أشتغل في السودان. أنا تربيت برا يعني وعشت برا وأخذت كوتي زي ما يقولوا يعني برا وكل حاجة. كويس. فعايز يعني ارتباطي بالسودان كبير جدا جدا، وعايز أرجع وعايز أستقر وعايز أقعد في السودان. لكن يعني بصراحة يعني في 30 سنة الفاتت يعني في إحباطات كثيرة جدا جدا بتحصل في 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 الحتة دي يعني، وإنه ده جاينا من هنا وعايز يعمل وعايز ما تعرف شنو عايز وعايز كده وغير كده وكده. الناس يعني أنت لو ما معانا ضدنا يعني. يعني روعة. انت عارف نحن فضلينا 17 دقيقة، يعني احنا بنتكلم ساعة و43 دقيقة ومستمتعين غاية المتعة. يعني ناس انا سافرت معاك من السودان، مشيت السعودية، درست معاك، طلعت مشيت بيرس، جينا راجعين السعودية، الحتة بتاعت اللي انت كنت لسه ما عارف تعمل شنو والورق بتاعك اترفض. يعني دي ما في موتيفيشن اجمل من كده يعني صراحة. يعني ما في يعني انه الزول يعني كل ما يعني في النهايه ما هي الارزاق برب العالمين، الارزاق بيد رب العالمين، لكن نحن عملنا شنو عشان لنفسنا يعني. تمام. انه هل إنه انا والله عملت كملت كل الخطوات اللي انا مفروض امشيها؟ هل انا فتحت كل الابواب؟ ف يعني روعه يعني صراحه يا باشمهندس، انا سعيد جدا الليله انه يعني يتحورت معاكم، ما شاء الله يعني نفسك بارد وورينا. شكرا لدعوتك، يعني انت في الحقيقه ادتني فرصه كبيره يعني. الله يعطيك العافيه. اصلي احنا يا جماعه اي زول يا جماعه عندنا حته بتاعت 15 دقيقه، لو في اي زول عنده استفسار عن التلي ميديسين للباشمهندس امير بخاري يتفضل. باشمهندس البرايفسي طبعا واحده من المشاكل بتاعت الشغل بتاع التلي ميديسين ده، اللي هي السكيورتي والبرايفسي. الحاجه دي يعني قدرتوا انتوا يعني، هو اصلا طبعا ما في سيستم سكيور 100%، لكن انتوا فور يعني لاي مدى
قدرتوا انه الحاجه دي تكون يعني تكون ما يعني تعملوا لها سكيور يعني تخلوها امنه المعلومات؟ هي بدينا في بي ان يعني في 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 البدايه يعني هي كانت في بي ان وبعدين جات الحته بتاعت الانكريبشن والسايبر سكيورتي في الترانسبورتيشن بتاعت لينا دي يعني في 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 يعني very high security levels في الحته دي مش بس بين المستشفى والمستشفى الثاني او كده او حاجه بالشكل ده. حتى في المستشفى الواحد اذا انت عايز تشوف ملف بتاع مريض والمريض ده الليله ما عنده مواعيد في المستشفى او ما جاي المستشفى او بتاع او كده انت ما حتقدر تشوفه حتى لو انت طبيب كويس. الحته بتاعت الادوكيشن كيسز في فيري انترستينج كيسز الدكاتره بيكونوا يعني عايزين يشوفوها عشان المحاضرات بتاعتهم وعشان الادوكيشن وبتاع وكده. الكيسز دي بتتاخد بناء على كرايتيريا معينه وبناء على سكيورتي ميجرز معينه. اول حاجه اسم المريض ده هيتشطب نهائيا، ما هيكون في اي دلاله باي صوره من الصور انه والله الكيس دي بتاعت امير او بتاعت ياسين او بتاعت دينا او بتاعت اي زول تاني. واحد. اثنين، الكيس دي عموما ما تطلع من المستشفى يعني اساسا اذا كانت المحاضره في الحته دي كويس فهي حتقعد في الحته دي الاكس رايز بتاعتها او الباثولوجي سلايدز بتاعتها او هنا كده ما حتطلع وما حيسمح انها تمشي لحته ثانيه. مورفر نحن كان عندنا في الهيئه السعوديه للتخصصات الطبيه كان في الامتحانات امتحانات بتاعت الدكاتره اللي هي بيمتحنوا البراكتيشنرز في الاول وبعدين الريجسترارز وبعدين الهنايه كده في كذا امتحانات يعني في الهنايه دي. فحتى الامتحانات حتى في الهيئات الحكوميه زي دي اللي بتدي اللايسنس عشان الناس تبدا تشتغل في الهنايه ما في اي بيشنت داتا بتطلع كويس. انت بتشوف زي ما قال عندنا واحد محمود الله يذكره بالخير واحد من زملائنا قال بتوريه صورة صلعة من غير أي حاجة يعني من غير أي رتوش من غير أي هنا كده. فالحتة بتاعت السكيورتي دي هنا يعني أنت الليلة أنا لو رسلت لك كيس بيكون في فاير وول هنا عندي أنا في السايت بتاعي وبعد كده في إنكريبشن وبعد الانكريبشن بتمشي الناحيه الثانيه بيكون في فاير وول ثاني اوكي وبعد الفاير وول الثاني في دي انكريبشن للكيس عشان انت تقدر تشوفه كويس. الليله انا لو عايز ارسل كيس من هنا لحد عندك اذا انت ما عندك الانكريبشن او دي انكريبشن كودز بتاعتي ما حتقدر تشوفه. فدي السكيورتي ليفلز الموجوده في الهنايه دي اتس فيري هاي يعني ما في لعب في الحته دي. طيب يا باشمهندس وصاياك شنو للشباب اللي عايزين يعني يمشوا في المجال ده؟ يعني زي ياسر مثلا الناس يا دوب يمتحنوا شهاده والواحد خلاص يعني بدا يخش مثلا خش الاي تي لكن ما عارف نفسه يمشي لقدام يمشي فوق لوين يعني. في 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 دراسه اسمها هيلث كير انفورماتكس اوكي. الهيلث كير انفورماتكس دي ممكن تكون شورت كورسز. انا شخصيا كل الدراسات بتاعتي وكل اللي هنا في الحته دي هي شورت كورسز اوكي. انا خريج الكترونيات وراي وكده وما زول هيلث كير كويس.
لكن الشورت كورسز دي افادتني جدا جدا، وغيرت المجال بتاعي، وغيرت التوجه بتاعي، وغيرت حاجة تانية انه يعني الناس ما تيأس، يعني انت الليلة اذا ترتعت بتتسند على حاجة وبتقيف، وبعد كده لو وقعت تاني برضو بتقيف وبتمشي، وبعد كده ففي الاخر انت حتوصل كويس. ما الواحد ما يلتفت للناس اللي بيكسروا مقاديفه، يعني يا اخي ما تشوف لك شغله ثانيه. ما انا شخصيا لما بديت في الحته بتاعت التلي راديولوجي دي، في طبيب راديولوجيست سوداني الله يرحمه يعني ناداني في المستشفى لما عرف انه الزول ده اسمه فلان الفلاني، وانه هو شغال في الحته بتاعت التلي ميديسن دي. أقامنا داني مشيت لي، ايوه دكتور انا في وولد كير، شركة وولد كير، ضربوا لي تلفون قال لي يا اخي في دكتور فلان ده عايزك في المستشفى الفلاني، قوم امشي له. وانت مشيت له وانا فاكره انه حيتكلم معاي مثلا فيما يخص كيسز، فيما يخص بتاع حاجات زي دي. فقام قال لي، سألني من اعمامي في الاول، فلان ده بيبقى لك شنو؟ قلت له ده عمي، وفلان ده عمي، وفلان ده. قال لي يا ابني انت معود ناس ما تشوف لك شغله كويسه تشتغلها. قلت له يعني انا احس الشغله اللي بشتغلها دي ما هي شغله اولاد ناس يا دكتور، يعني شنو؟ هو فيه مشروع. خلي الكلام الفاضي اللي انت بتسوي فيه ده، شوف لك شغله كويسه اشتغلها، ما تنام، ما تضيع وقتك وتضيع هنا. وفيه مشروع يا باشمهندس، فيه مشروع يعني. ها؟ فيه ما شنو يعني عشان جاء انت غدا النقد السلبي ده. فهو شايف انه انا بضيع في وقتي، وانه المساله بتاعت التليميديسن دي زي تجاره الشنطه. اوكي. يعني انت ما هنا يعني ما تضيع وقتك ساكت، وشوف لك كارير يعني بيلد يور سيلف كارير وكده، وما تقعد تضيع وقتك وتقعد هنا كده تأكد وانت بتاهلك ناس كويسين وراجعينك يعني. طيب نحن على مشارف ختام الحلقة. كردفان بتعني لك شنو يا باشمهندس؟ كردفان هي شيء جميل اللي الواحد ما استمتع به في حياته. يمكن الفترات طويلة جدا الواحد ما بيمشي كردفان، لكن لما الواحد يمشي فعلا بي 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 بيستمتع بكل حاجة، بيستمتع بطيبة الناس، بيستمتع بالخير في البلد، بيستمتع بالحنية اللي بتشوفها في وجوه الأهل، العمات والخالات والحبوبات والهناية، الناس اللي بتحتفل بيك وبتشوفك وبتجيك يعني بشوق الدنيا كله. كردفان يعني أنا أفتكر إنه هي يعني جنة الله في الأرض، لو الناس يعني قدرت إنها تستغل الشيء الموجود في كردفان والخير الموجود في كردفان. بالتأكيد يعني مش في كردفان برا، في السودان يعني نحن بلد ربنا حبانا بحاجات كثيرة جدا جدا، حبانا بخيرات ما لها عدد. يمكن في السنوات اللي فاتت نحن ضيعنا حاجات كثير، ضيعنا زمن كثير، ضيعنا مجهود، وضيعنا إمكانيات، لكن بالتأكيد يعني إنك تجي متأخر أحسن من إنك أنت ما تجي خالص. نعم. وبالتأكيد السودان كبير بأهله وكبير بأولاده وكبير بناسه، ولو الناس قدرت إنها تنظم نفسها
بالتأكيد نحن حنمشي وحنصل بإذن الله تعالى، ونحن جاهزين لو في أي شيء ممكن يعني الواحد يقدمه، والله ما يتأخر أبدا، وأكون سعيد جدا جدا وأكون فخور إنه أنا أساعد بحاجة. نعم أكيد. قبل ما نختم الحلقة، في واحدة قالت هي شغالة في نفس المشروع في السودان، ويعني عايزة تتواصل معك. ما في أي مشكلة جدا. طيب يا أي مشكلة ناويني مع دكتور ياسين. ما في أي زول سأل مثلا من أسي من في الحكومة الآن يعني إنه دايرين مثلا يتواصلوا معك، أو في أي مبادرة تجاه إنه الحاجة الخبرة والتكنولوجيا دي تتنقل للسودان، أو يعني على الأقل في 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 على مستوى الخطط مش مستوى التنفيذ؟ أبدا والله أنا للأسف ما جاني أي اتصال أو أي سؤال من هنا. يمكن الحتة الوحيدة جاتني كان في سنة 2018، في ديسمبر 2018 كان في مؤتمر هنا بتاع مؤتمر اقتصادي سعودي سوداني، كان في الرياض هنا في مجلس الغرف التجارية السعودية، وكان اتصل بي السفير السوداني وقال لي انه في مستشفى عايزين يجهزوه على اساس انه يبقى مستشفى نموذجي زي يشتغل بنفس الكفاءة بتاعت فيصل التخصص وكده. هم كانوا اتصلوا بالمدير الطبي في مستشفى الملك فيصل التخصص، فأداهم نمرة تلفوني قال لهم انتوا عندكم أولادكم اتصلوا بالزول ده وخليه يعمل الدراسة دي وهو ممكن يشتغل. فقابلت السفير أنا، لكن بعد كده ما حصلت أي حاجة يعني ما في زول اتصل بي، ما في زول يعني ما في زول سألني. طبعا احنا بنتمنى كل يا جماعه كل الناس المهتمين بالمجال بتاع التلي ميديسين وبتاع الانفورماتكس يعني على الاقل يعملوا لهم ان شاء الله يعني جسم تطوعي كده بيناتهم عشان يتبادلوا فيه الخبرات وكده. وهو قدامنا يعني عندنا الباشمهندس الاستشاري امير بخاري، وهو قال ما عندي مشكله يعني يقود الشباب في الحته بتاعت التلي ميديسين دي. يعني صراحة الزمن خلص والحديث معك ذو شجون، وكنا دايرين يعني نتكلم معك أكثر، لكن للأسف يعني الحلقة الزمن سرقنا. لكن يعني أشكر الثاني وثالث ورابع نيابة عن أصالة عن نفسي ونيابة عن مبادرة الباحثين السودانيين، إنك أنت الليلة جيت شرفتنا في النافذة الجميلة دي وبيطلتك الجميلة يعني، فاستمتعنا معك شديد يا باشمهندس. شكرا جزيلا دكتور ياسين، الشرف لي انا تشرفت كثير جدا جدا انه ظهرت في المنصه الرائعه دي يعني، واتمنى انه اكون افدت الناس بشيء جديد يعني وكذا. وزي ما قلت لك انا ابن السودان، وانا مستعد جدا جدا لاي مساهمه فيما يتعلق بالمسألة بتاعت الطب الاتصالي، وإنه الناس ممكن ترتقي بالخدمات الطبية في السودان ونوصلها. نحن في برا السودان ناس متميزين جدا جدا، وناس عندنا من الكفاءات الشيء الكبير والكثير جدا جدا. مشكلتنا إنه في بلدنا ما عندنا الشيء ده. يا ريت نحن لو ندي شوية مجهود من الحاجة اللي نحن بنبذلها برا السودان للسودان، بالتأكيد نحن هنكون في حتة تانية وأحسن كثير جدا جدا إن شاء الله. طبعا يا جماعة نحن نختم الحلقة دي، لكن قبل الختام أي زول نحن نستضيفه من هنا في عبر النافذة الثاني ما بنفكه، لأن ما بنفكه ليه؟ لأن نحن دايرين الخبرة بتاعته ودايرين العلم بتاعه ده عشان ننقل للناس في السودان. كتر خيركم جميعا الناس اللي كانوا معنا في الزوم، وكتر خيركم يا شباب اللي معنا في أثريت الحياة بتاع اللايف في الفيسبوك، وشكرا أجزلوا لك يا باشمهندس وعبرك لأسرتك الكريمة، وإلى أن نلتقي في خميس قادم وحلقة جديدة من ونسة على دروب النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.